أكثر الناس الآن يا أخوان مشوشين في المستقبل، وبعض الناس عنده عقدة اسمها عقدة الخوف من إيش؟ من المستقبل. حتى أن أحد المفكرين العرب من الخليج العربي والعالم الإسلامي خرج في قناة فضائية وقال إن العالم مهدد في مجاعة عام 2050. حنا عام كم الآن؟ 2010 و18، يعني بعد كم سنة؟ 2030. سيصاب العالم بمجاعة وسيضطر الناس أن يأكل بعضهم بعضا. سخيف ذا يعرمشونا عرم عرمشونا. هذا كلام بقناة فضائية رسمية.